السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ساعة صباح. وفيها الاستغناء عن النظارات الطبية بات متاحا مع جراحات تصحيح الإبصار، فما الجديد في عمليات الليزك وما أهم الاحتياطات اللازمة لنجاحها؟ إذا كانت لديكم متابعين أي أسئلة أو استفسارات حول عملية تصحيح الإبصار باستخدام الليزر، أرسلوها إلينا عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر لننقلها بدورنا إلى ضيوفنا للرد عليها، فشاركونا. ما الجديد في عمليات تصحيح الإبصار؟ سؤال متكرر يطرحه المرضى الراغبون في التمتع برؤية أوضح وبطريقة أسهل، خاصة مع التطور المستمر في عمليات تصحيح الإبصار عن طريق الليزر وظهور تقنيات متجددة لتلك العمليات في الفترة الأخيرة. فما أبرز الاحتياطات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد العملية؟ وما أهم الآثار الجانبية التي يمكن أن يتعرض لها المريض؟ هذا ما نتعرف عليه اليوم، ولكن في البداية دعونا نتوقف مع آراء شريحة من الجمهور من أصحاب العوينات الطبية. سألناهم هل تفكر في التخلي عن النظارة؟ قال لك إن هي بعد فترة، مثلا بعد سنة أو سنتين، الموضوع ده بيرجع تاني زي ما هو. بقى أنت عارف طبعا إن العين دي يعني أغلى حاجة في جسم الإنسان، فصعب إن أفكر ألعب فيها. فأنا ربنا خلاص شايف النظارة هي كويسة جدا معايا، مش عامله اي مشاكل، فايه المشكله ليه افكر العب حاجه في جسمي؟ بس المشكله ان في فتره بعد العمليه لازم تكون يعني تحط ادويه وحاجات كده، لان انا سمعت عن مشاكل كتيره بتحصل بعد التصحيح، انه بتحصل مشاكل، مش كل الناس بتبقى يعني 100% سليمه. فقلت مالها النضاره دي جميله وممكن اشكال والوان وانواع وحاجات كده، فرجعت الكلام يعني كانت قراري. بعد فتره بيرجعوا للنضاره تاني، يعني ما بتعملش نفس الافكت اللي هو بيبقى متخيله ان هو عمره ما هيلبس نظاره تاني. وبعدين الحاجات دي مستحدثه كلها، فمن قديم الزمن واحنا ماشيين على المتبع يعني عالميا بالنسبه للناس كلها. الناس اللي جربوا قالوا لي لا، انها مطمئنه جدا وان الحالات كويسه، وان كان برضو بقابل بعض حصل معاهم مشاكل دي مأخراني شويه، ولكن ان شاء الله يعني حاططها في حسابي، وهي النضاره لغايه دلوقتي امن ومحققه لي نفس النتيجه. يعني انا بخاف ممكن احتمال فشل العمليه حتى لو 1%، تمام، هيعمل لي مشكله في عينيا. فبصراحه النضاره هتكون اريح لي ان انا اعمل العمليه يعني. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة الدكتور كمال عكاشة، استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بك دكتور كمال وصباح الخير. صباح النور واهلا وسهلا بكم. دكتور كمال، يعني استمعنا لسؤال للاجابه على سؤال كنا قد طرحناه على عينه من الجمهور في الشارع، وهو يعني هل تفكر بالاستغناء عن النظاره الطبيه؟ وكانت الاجابه كما استمعت اليها، ما التعليق من قبلكم على هذه الاجابات؟ نعم. طبعا بالنسبة لعمليات تصحيح البصر هي عمليات اختيارية وليس إجبارية، يعني الإنسان إذا كان مرتاح بنظارته أو بالعدسات اللاصقة فهو ليس ضرورة أن يعمل هذه العمليات وليس مجبر عليها. العمليات طبعا عمليات الليزر بصفة عامة وتصحيح البصر بالليزر هي عمليات ليست بجديدة، فأول عملية عملت في الثمانينات، وهيئة الدواء والأغذية الأمريكية صادقت على هذه العمليات في 1995. طبعا من خلال الفترة هذه صار في تطور كبير جدا في عمليات تصحيح الإبصار وأصبحت آمنة جدا جدا. طبعا هناك معايير خاصة لإجراء هذه العملية، إذا تم التقييد بها من قبل الطبيب وأخذت كل جميع الاحتياطات لإجراءها فإن نسبة النجاح عالية جدا، وهي من أفضل وأعلى نسب النجاح على مستوى الطب. نعم، طبعا هناك مواصفات خاصة لإجراءها. أولا
طيب يعني قبل ان ندخل دكتور كمال اسمح لي قبل ان يعني ان نسترسل في فكره الاجراءات الخاصه ويعني الاليات التي تتخذ كي نقوم بمثل هذه الجراحات او مثل هذه العمليات، لو تبسط لنا في البدايه ما المقصود اصلا بتصحيح الابصار باستخدام الليزر، يعني تبسيط لشكل هذه الاليه. نعم طبعا احنا عندنا العين في لها قوه معينه، في اعضاء تعمل على انكسار الضوء لادخاله على الشبكيه، هي القرنيه والعدسه والسائل الزجاجي. طبعا الناس اللي عندهم قصر نظر مثلا في عندهم بكون قوه القرنيه اكثر من اللازم، الناس اللي عندهم طول نظر بتكون عندهم قوه القرنيه او قوه العين اقل من المطلوب. عمليات الليزر بتعمل على، احنا بنعملها على القرنية نفسها، اذا كانت القرنية اقوى من اللازم احنا بنضعفها باستخدام الليزر، يعني بنقلل من تحدب القرنية باستخدام الليزر، او بالعكس اذا كان هناك طول نظر احنا بنعمل على عملية تقوية للقرنية، بنقوي من قوتها. هناك برضو طبعا احنا ممكن اجراءها في عمليه اللي هو اللابؤريه او الاستجماتيزم او الانحراف في القرنيه، وهذا طبعا بتكون قوه القرنيه تختلف حسب طول او العرض تبع القرنيه، فبالتالي برضو هنا يمكن اجراء تصحيح للقرنيه باستخدام الليزر للتخلص من هذه المشاكل. طيب يعني في بعض الحالات يا دكتور كمال يعني يكون الرد من قبل الطبيب المختص للمريض او الذي يعاني مشاكل في الابصار انه لا يمكنك اطلاقا اجراء مثل هذه العمليه، ما الاسباب التي من الممكن ان تكون يعني تؤدي الى هذه الاجابه من قبل الطبيب المختص؟ نعم طبعا احنا زي ما حكينا انه العمليه تجرى على القرنيه، القرنية لابد أنها تكون بمواصفات معينة حتى نستطيع أن نجري هذه العملية، يعني مثلا لابد أن تكون سماكة القرنية أعلى من 500 ميكرون. الحالات اللي بتكون أقل من 500 ميكرون لا يفضل أو لا يسمح بإجراء هذه العمليات. هناك فحص خاص بالقرنية بسموه التوبوغرافي أو التوموغرافي، هو بيعمل عملية يعني فحص لخريطة القرنية، تضاريس القرنية. إذا كانت التضاريس القرنية مش صحيحة أو هناك شكوك على وجود ضعف خفي في القرنية وما يسمى بالقرنية المخروطية، طبعا هذا يمنع إجراء لهذه العمليات، لأنه احنا بنعمل بالليزر بنعمل قشط للقرنية أي بنخفف من سمكتها، وهذا المرض طبعا ممكن يظهر في المستقبل أنه القرنية بتضلها تضعف، ففي هذه الحالات أيضا لا يمكن إجراء هذه العملية. طبعا لا يحبذ ايضا اجراء مثل هذه العمليات الناس اللي عندهم جفاف في العين، لا يحبذ اجراءها. الناس اللي عندهم في مشاكل اخرى في العين كسكر، كمشاكل التهابات داخل العين، كارتفاع في ضغط العين، مشاكل اخرى، لا يحبذ اجراء هذه العمليات. نعم طيب ابقى معنا دكتور كمال، نتعرف الآن على أهم التحضيرات الواجب مراعاتها عند إجراء عمليات تصحيح الإبصار. طبعا في فحوصات لازم تتعمل قبل عملية إصلاح عيوب الإبصار، اللي منها سمك القرنية وتضاريس القرنية. لازم سمك القرنية ما يقلش عن حد معين، لأن لو القرنية رقيقة وتهورنا وعملنا العملية المريض هيحصل له حاجة اسمها إكتيزيا، يعني سطح القرنية التحدب اللي فيه هيكون غير منتظم وهيعاني من استجماتيزم عالي. أحيانا هذا الاستجماتيزم ما يتصلحش لا بنضارة ولا يتصلح بعدسة سواء كانت صلبة أو كانت لينة، وممكن في مراحل التطور نحتاج أن احنا نعمله عملية ترقية قرنية، يعني زراعة قرنية من واحد ميت، وبالتالي يعني مش لغرض أو لفرحة إن أنا ألع النظارة أغامر بعيني إلا لما أكون متأكد إن أنا من الناس اللي مش هيحصل لهم مضاعفات. لازم تبقى عارفين نسبة إن عمليات تصحيح الإبصار، كل الناس اللي بتعمل عملية تصحيح إبصار بتعاني من جفاف في العين، وجفاف العين كل الناس بتشترك إن الجفاف في العين لا يقل عن مدة 3 أشهر، وهي دي الفترة المطلوبة لأن الأعصاب
اللي حصل لها دمج او حصل لها تقطيع اثناء العمليه عشان تلتئم مره اخرى بتحتاج حوالي 3 اشهر. فكل الناس في فتره الثلاث اشهر بعد العمليه مجبرين ان هم يستخدموا القطره المرطبه للعين بصفه مستمره. للاسف ان في منطقه الخليج نتيجه لان احنا بنستخدم مكيف ليل ونهار والجو على الرغم ان احنا في اشهر الصيف بيكون رطب جدا الا انه ارتفيشيالي او صناعيا عن طريق استخدام المكيف طول النهار في البيت وفي المكتب وفي السياره الجو بيكون جاف جدا، يمكن بنحتاج ان احنا نستخدم مرطبات لفتره اطول قد تصل الى سنه وقد تصل الى سنين. وبعض الناس الجفاف بيبقى عندهم مزمن وبنضطر ان احنا نحط لهم حاجه اسمها سداده في القناه الدمعيه عشان نقلل تصريف الدموع ونزود ترطيب العين. طبعا من المضاعفات اللي ممكن تحصل لو المريض ما في الايام الاولى ما حافظش على عينه واتعرض لاضطراب او دعك في عينه او يعني العين تلوثت باي شيء فعرضه ان هي يحصل تلوث في العين، ولكن الحاجات ديت قليله جدا. ان نسبه النجاح في عمليه نسبه التلوث في عمليات تصحيح الابصار نسبه قليله جدا يعني لا تذكر يعني. من العيادة إلى الاستوديو نرحب بضيفنا في ساعة صباح الدكتور إبراهيم مسعد استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بك يا دكتور إبراهيم معنا اليوم وصباح الخير. يعني استمعنا إليك من خلال التقرير قبل أن نرحب بك معنا، واستكمالا لما كنا نتحدث عنه دكتور إبراهيم سواء في التقرير أو مع دكتور كمال من غزة، يعني السؤال يطرح نفسه دائما، هل كل عملية ليزك تؤدي إلى الاستغناء بشكل نهائي عن النظارة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هي عمليه الليزك من العمليات اللي نسبه النجاح فيها عاليه جدا، ولكن في نسبه بسيطه من الناس بيحصل لهم حاجه اسمها ريجريشن. ريجريشن يعني مثلا لو واحد كان قبل العمليه قلنا لابس نظاره او عرسه ماينس 7 او ماينس 8 او في يعني كل ما الرقم يزيد بيبقى في نسبه ان هو بعد العمليه فتره مثلا وممكن نقول سنه يرجع له حاجه بسيطه، ممكن بعد فتره يبقى عنده ماينس 1 او ماينس 2 او كده. يعني النسبه عاليه جدا بتستغنى عن النضاره، والنسبه دي بتزيد كل ما رقم النضاره او العدسه يكون اقل. يكون يعني في حاله الضعف الشديد للبصر نعم يصحح ولكن بنسبة بنسبة معينة. الحاجة الثانية على حسب البداية اللي احنا ابتدينا منها، يعني مثلا نفترض ان مريض نضارته ناقص 15 او ناقص 16، الليزك ما قدرش يصلح الكمية دي بالكامل. فالطبيب بيشرح للمريض بيقول له انا هصلح لك مثلا 10 ويتفضل لك 5. طبعا المريض اللي نضارته ناقص 5 بيبقى سهل عليه الحركة، حتى لو مش لابس النضارة يقدر يتحرك في الغرفة أو يمارس حياته العادية داخل البيت ممكن من غير نظارة، لكن ماينس 15 ده يعني ده أحسن نقطة بيشوف عليها اللي هي على بعد 15 سنتي. جميل يعني جميل. يعني أقل من شبر عشان يشوف الحاجة واضحة. نعم، يعني هنا أنت تتحدث تحديدا على ضعف البصر الشديد يعني. نعم نعم، في حالات ضعف البصر الشديد. وكنت طرحت على دكتور كمال عكاشة منذ قليل يعني فكرة الاستغناء عن النظارة بالكامل. نعم. هذا ما شرحته أنت دكتور إبراهيم، لكن في بعض الحالات وبالفعل يعني أنا شخصيا أعرف حالات أجاب. نعم. الطبيب أنه لا يمكن إجراء عمليات تصحيح الإبصار. لا طبعا لها. هو عملية تصحيح الإبصار يعني ليست مطلقة وما تنفعش مع كل واحد. أولا في مرضى كتير عندهم مفهوم خاطئ أن تصحيح الإبصار ان مفهوم خاطئ ان لو واحد عينه ضعيفه وعمل عمليه تصحيح ابصار ان النظر هيتحسن. انا يعني دي نقطه مهمه جدا نحب ان احنا نشرحها للناس ونبينها لهم، ان تصحيح الابصار هو بديل عن النظاره او العدسه، بمعنى ان حده الابصار اللي المريض بيشوفها بالنظاره او بالعدسه هي اللي هيشوفها بعد العمليه. نفترض ان مريض عنده كسل من الاول في العين ونضارته او نظره ما بتحسنش اكتر مثلا من 6 على 12 او 6 على 18 وهو لابس العدسه وهو لابس النضاره، نفس النسبه اللي هيحصل عليها بعد ما يعمل عمليه تصحيح الابصار، نظره مش هيبقى 6 على 6. فمعنى كلمه تصحيح الابصار انا افضل احنا نسميها استبدال العدسه او النضاره. نعم. عشان الناس تبقى المفهوم الرؤية واضحة اكثر يعني. طيب يعني ذكرت الان دكتور ابراهيم فكره كسل العين يعني. نعم. في حاله الليزي ايز يعني او. نعم. او العين الكسلانه، يعني هل من الممكن فعلا التدخل بعمليات تصحيح الابصار؟ نعم. ام انه هو يعني في هذه الحاله لا لا, لا علاج هو احنا طبعا عمليات تصحيح الابصار المفروض ان هي في المرحله العمريه اللي بعد سن 18 سنه.
لان قبل سن 18 سنه الجسم بيكون في مرحله نمو وطول العين بيتغير وتحدب العين بيتغير، ولذلك ما بنعملش هذه العمليه قبل سن 18 سنه عشان المريض لما يعمل العمليه يستفيد منها، ما يحسش بعد سنه او بعد سنتين ان النظر اتغير نتيجه للنمو. ولكن هناك اكسبشن، يعني كل قاعده لها شواذ. نفترض ان في طفل مولود والفرق ما بين العينتين كبير 10 درجات مثلا، عاده معروف ان المخ بياخد صوره من كل عين ويدمجهم في صوره واحده. لو كان الفرق ما بين العينتين اكتر من 4 بيصعب على المخ ان هو يدمج الصورتين نتيجه لان الابعاد اللي جايه من كل عين مختلفه عن العين الاخرى. فالمخ بيلجا في الحاله دي ان هو ياخد صوره من العين القويه ويركز عليها ويبدا يهمل العين الثانيه. احنا في المرحله دي يجوز ان احنا نتخطى القاعده، ولو حتى في طفل صغير ان احنا نقدر نعمل له عمليه تصحيح الابصار تحت مخدر عام، حتى ولو ما كانش الغرض ان احنا نصلحه بنسبه 100% على الاقل نقرب او نقلل الفجوه ما بين العينتين. مثلا بدل ما هي 10 نخليها 3، نخليها 2، يبقى كده في المرحله دي المخ ممكن يقدر يستخدم العينتين والعينتين يتصلحوا. جميل جدا. طيب يعني نستكمل معك دكتور ابراهيم وايضا مع دكتور كمال العكاشه من غزة، ولكن ننوه في البداية مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. بالعودة مرة أخرى لك دكتور كمال من غزة، ما الجديد في عمليات الليزك؟ يعني ما آخر ما توصلت له هذه التقنية؟ نعم، طبعا زي ما حكينا انه احنا في السنوات الاخيره صار في تطور كبير بالنسبه لاجراء عمليات تصحيح الابصار بالليزر. الان طبعا صارت تقنيات حديثه باستخدام اجهزه حديثه اللي هي الفيمتو ليزك او الفيمتو ليزر. طبعا احنا عشان نعمل عمليات الليزك في جهازين عندنا بنستخدمهم، جهاز الليزر نفسه وجهاز آخر مساعد اللي هو بسموه المايكروكروتوم، هو عبارة عن طبعا أداة باستخدام شفرة حادة جدا تستخدم بطريقة معينة، بنعمل حاجة بسموها الفلاب أو اللي هو الشباك اللي بندخل على القرنية منه وبنسلط الليزر عليه، وبعد هيك بنسكر الشباك عشان المريض ما يحسش بألام اللي كان يحصل عليها بالتقنية القديمة اللي هي استخدام الليزر فقط. الآن طبعا صار في استبدال اللي هو المايكروكراتوم باستخدام جهاز آخر اللي هو بسموه الفيمتو ليزر. طبعا التقنية بتعطي نفس النتائج ولكن أأمن بنسبة النجاح بالنسبة للعمليات كانت أعلى والمضاعفات بتقل. في تقنيات اخرى اللي بنسميها اللي هو الفيمتو سمايل، عشان ما نستخدمش احنا جهازين ليزر، جهاز الليزر اللي هو اللي بسموه الاكزايمر ليزر والجهاز الثاني للفيمتو ليزر، الان في جهاز واحد بيستخدم تقنيه واحده باستخدام الفيمتو ليزر بيعمل العمليات هذه طبعا بطريقه مختلفه. الأبحاث والدراسات الأولية طبعا هذه التقنيات لم تستخدم على نطاق واسع، دائما احنا بنحبذ لمريضنا ان احنا نستخدم التقنيات المعتمدة والتقنيات اللي صار عليها دراسات كبيرة واللي الزمن يعني بين لنا ان هي آمنة بصورة كبيرة وعلى المدى البعيد. فاحنا يعني دائما كأطباء بنكون احنا حذرين باستخدام التقنيات الحديثة جدا لحد ما يكون لها موافقة عالميا ولحين ما انه تظهر نتائجها القريبة والبعيدة. هذا مهم جدا انه احنا برضو كمان معنيين في النتائج البعيدة للمريض حتى انه يكون آمن جدا العمليات هذه على المستوى القريب والبعيد. نعم. طيب دكتور إبراهيم، يعني في نفس الإطار الذي تحدثت فيه مع الدكتور
كمال، فكرة التطور في يعني هذه الآلية في عمليات الليزك والجديد فيها، وأشار إلى أن هناك يعني أسماء مختلفة لبعض الأجهزة وأنواع مختلفة لبعض الأجهزة، هل من الممكن أن يأتي لك مثلا مريض ويحدد هو بنفسه الطريقة أو الآلية أو الجهاز الذي يريد أن يستخدمه بدون يعني الرجوع إليك في أخذ القرار النهائي؟ لا، هو طبعا عملية تصحيح الإبصار دي لازم بتمر بمراحل أساسية عشان نحدد نوعية العملية، وأهم حاجة في الموضوع ده اللي هو حاجة اسمها كورنيال توبوجرافي أو تضاريس القرنية، عشان نطمن إن سطح العين منتظم، الباكيمتري أو سمك القرنية، وهو يعني ده يعتبر يكاد يكون هو أهم شيء، وهو ده اللي على أساسه بنختار هل إحنا هنعمل بي آر كي أو هنعمل ليزك أو هنعمل الفيمتوسماي. هو طبعا عملية تصحيح الإبصار دي بتمر بتطور في خلال 25 سنة اللي فاتوا، وكان بدايات عمليات تصحيح الإبصار كانت عبارة عن تشريط في القرنية، يعني هم احنا عارفين ان العدسة والقرنية هما الجزئين المسؤولين عن انكسار الضوء، بحيث ان الضوء يقع على الشبكية، فلو حصل اي خلل في تحدب القرنية الصورة تروح مش واضحة على الشبكية، لو حصل اي خلل في العدسة كان يكون مريض عنده ماء ابيض او كده الصورة متبقاش واضحة على الشبكية. يعني من حوالي 25 أو 30 سنة هم فكروا أنهم يلعبوا أو يغيروا تحدب القرنية بأنهم يعملوا تشريط للقرنية، وبعد فترة وجدوا أن التشريط ده مفعوله بيقل في مرحلة معينة، وجدوا أن في منه مخاطر مع الناس اللي بيلعبوا بوكسينج أو الناس اللي بيلعبوا ألعاب قوة، أن العين ممكن يحصل فيها أن الجرح يفتح أو كده، وبالتالي تطور الأمر إلى استخدام الليزر. في الاول كانوا بيستخدموا الليزر اللي هو البي ار كي، اللي هو مجرد ان هو يسلط الليزر على سطح العين، لكن كان في مشكله ان المريض لازم يحط عدسه لاصقه لمده اسبوع وكان الالم شديد كده. بعد كده طيب بدل ما نسلط الليزر مباشره، ما احنا نعمل فلاب او نعمل نشيل قشره من القرنيه، والتطور حصل بقى في ازاي نشيل القشره دي. كان زمان بتتشال او لا زالت بتتشال بجهاز المايكروكيراتوم زي ما الدكتور تفضل وقال ان هو شفره حاده او مشرط حاد جدا، بيمكننا ان احنا نشيل طبقه رقيقه جدا من القرنيه، يعني سمكها من 90 ميكرون الى 150 ميكرون زي ما الطبيب بيحدد او بيظبط الجهاز. بعد كده التطور بدل ما احنا نشيل بالمشرط، لانه احيانا كان بيحصل منه شويه مضاعفات او ان المشرط احيانا ما بيديناش السمك اللي احنا عايزينه من كم ميكرون احنا عايزينه، يعني مثلا الميكرون ده جزء على 1000 من الملي، القرنية كلها 500 ميكرون، يعني احنا بنعمل عملية في جزء من الجسم جداً يعني كله لا يتجاوز نص ملي، 500 ميكرون يعني. فالجزء من الملي او الميكرون يفرق معانا. حتى في تطور الأجهزة لما بنحب نقارن جهاز بجهاز بنختاره على أساس ده بيصلح كل درجة من عيوب الإبصار، هيشيل كم ميكرون من القرنية. طيب اسمح لي يا دكتور، يعني قبل أن نستكمل في هذه النقطة، معنا اتصال من أم أحمد من قطر، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بنسأل الدكتور. تفضلي الدكتور يسمع. أنا عاملة عملية ليزك من 9 سنين، لكن من وقت لآخر أشعر بحرقان وإحمرار في العين. يعني هل أستخدم قطرة تاع الجفاف أو مدى أعمل يعني؟ طيب استمعي للإجابة إن شاء الله من الدكتور إبراهيم. شكرا لك يا أم أحمد والف سلامة لك. يا أم أحمد، معروف أن عمليات الليزك بصفة عامة بيحصل بعدها جفاف من العين، معظم الناس يعني بتتعافى من الجفاف من 3 أشهر وطالع، في بعض الناس بيستمر معهم سنة، بعض الناس بيستمر معهم أكتر. وعندنا هنا في منطقة الخليج، بما ان حضرتك بتتصلي من قطر، الجو عندنا هنا مختلف شوية، الجو احيانا بيكون جاف بفعل البشر لان احنا مشغلين المكيف في البيت في المكتب في السيارة، فالمكيف بيكثف بخار المية اللي ربنا خلقه عشان يرطب البشرة ويحافظ على ترطيب العين. احنا نتيجة ان احنا ما بنفتحش الشباك، المكيف بيكثف بخار الماء اللي موجود في الهواء، بيطلعه بره على شكل نقاط من المكيف، تلاقي اسفل المكيف في نقاط ماء عماله تنزل، فالهواء اللي بيبقى في الغرفه او بيبقى في المكتب او في السياره هواء جاف، وكل ما الهواء الجاف
يحيط بقرنية العين، كل ما زود الجفاف في العين وتحس بحرقان. ولذلك احنا هننصحك ان انت ان شاء الله كل يوم بعد صلاة الفجر والجو لسه رطب تفتحي الشباك شوية عشان تدخلي هواء يكون فريش، في بخار ميه من اللي ربنا خلقه يعوض الجفاف اللي المكيف بيعمله. فكرة انها يعني 9 سنوات يعني فترة طويلة، مع ما هو نعم. يعني العامل بتاع البيئة هو الأنت غالبا هو السائد وهو المتسبب في الحرقان. نعم. فاحنا بننصحك انك انت ترطبي الجو اللي حواليك، انك انت تستخدمي القطرة المرطبة للعين، سواء القطرة العادية او القطرة الجل. واذا لم تستجيب العين للقطرات هناك حل اخر، ان احنا ممكن نستخدم سدادة في القناة الدمعية عشان نقلل تصريف الدموع ونحافظ لك على ترطيب العين. طيب يعني نرجو أن تكوني استمعتي إلى الإجابة جيدا أم أحمد، ونعود لما كنا نتحدث عنه دكتور إبراهيم، وهو يعني فكرة التقنيات وكيفية اختيار المريض والطبيب أيضا. هو عادة الاختيار الأول والأخير بيكون للطبيب، لأنه بناء على سمك القرنية بيحدد هيستخدم إيه، وبناء على درجة انكسار الرؤية هيحدد هيستخدم ايه. فمثلا في الدرجات العالية 10 11 احنا بنفضل ان احنا نستخدم البي ار كي على اساس ان احنا نوفر سمك من القرنية، لانه لازم ان احنا نسيب على الاقل 55% من سمك القرنية طبقة ما نلمسهاش خالص بالليزر عشان نحافظ على تحدب القرنية. وبالتالي احنا لو فرضنا مثلا في ان مريض سمك قرنيته 500، احنا مش مسموح لنا ان احنا نتجاوز 225 مايكرون للحفاظ على عشان نحافظ على تحدب القرنيه. نعم. على حسب الاجهزه، على حسب الجهاز اللي انا بستخدمه، هل هو هيصلح 15 ميكرون لكل درجه ولا 10 ولا 20؟ عاده الطبيب هو اللي يعني هو المحدد يعني. لانه هو المسؤول. طيب يعني. معنا اتصال اخر من المغرب، السيد خديري اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أريد استشارة الطبيب في موضوع. تفضل نسمعه. نعم، أريد استشارة الطبيب فيما يخص لي فتاة عمرها 9 سنوات وتعاني من مرض اسمه ستارغارد، ولحد الآن لم توجد له أدوية هنا في المغرب أو في أوروبا، فهل بإمكان الدكتور؟ طيب يعني استاذنك سيد خديري لو تعيد علي يعني عرفت فكره السؤال في البدايه. طيب استمعت اليه دكتور ابراهيم، شكرا لك، واستمع الى الاجابه من الدكتور ابراهيم. سيد خديري اخي الكريم، هو المرض اللي حضرتك ذكرته هو يعني مرض وراثي، واحيانا بيكون موجود اكثر في حالات زواج الاقارب، وهو عباره عن ببساطه كده تغير في مركز الابصار، الخلايا اللي احنا بنشوف بها الضوء وبنميز بها الالوان وبنشوف بها حده الابصار بيحصل فيها تغيرات، والتغيرات دي يعني للاسف ربنا يعيش في بنتك ان شاء الله ويوجد لها حل، بيزيد مع العمر. ولكن الحفاظ على العين من حيث ان هي تاخد الحاجات اللي بيسموها مضاده للاكسده، ان هي تاكل الفواكه الفريش والخضروات الفريش، ان هي تحافظ على عينها ما تبصش في الشمس لفترات طويله، ان هي تلبس نظاره شمس، المحافظة على الصحة العامة والتغذية بصفة عامة بتقلل من سرعة التدهور أو تغير هذا المرض. لكن حتى الآن يعني العلاج لازال في طور البحث بالنسبة للأمراض اللي أسبابها جينية، وما فيش حاجة يعني قاطعة نقدر نقول لحضرتك أن العلم توصل إليها سواء هنا أو عندك أو في أوروبا. كنا هو يعني عليها. أشار إلى أنه يعني قام بالاستشارة والسؤال في بلدان أخرى. يعني نعم. طيب بالعودة لك مرة أخرى دكتور كمال من غزة، يعني أهم الآثار الجانبية لعمليات تصحيح الإبصار لو تذكرها لنا. نعم، طبعا زي ما حكينا وحكى أخونا الدكتور الفاضل، أهم شيء إحنا طبعا في مضاعفات سريعة الحصول وفي مضاعفات ممكن تكون بعيدة الأمد. بالنسبة للمضاعفات اللي ممكن تصير بعد العملية على طول، أول شيء إحنا بنخاف من حاجة بنقول التهابات العين. طبعا التهابات العين إحنا بنعمل لها وقاية باستخدام المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات، المريض بيستخدمها على طول بعد العملية. طيب دكتور كمال اسمح لي، دكتور كمال اسمح لي يعني معنا اتصال نستكمل بعده ما نتحدث عنه من الاثار الجانبيه. سؤال لك من السيد سالم من الكويت، اهلا بك. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أستخدم نظارات، فحاب نسوي الليزك، فالطباء الكويت قالوا في 40 سنة ما تصلح العمليات الليزك. هل هذا صحيح ولا؟ أنا كنت أستخدم الأعشاب الطبية، فمرة تجرحت عندي غرانية. نعم. طيب. بس أعرف هل تصلح العمرية الناس تسوي الليزك ولا لا؟ طيب، تتحدث عن المرحلة العمرية. ويعني دكتور كمال لو استمعت إلى السؤال ولو أعيده عليك مرة أخرى، السيد سالم من الكويت يعني يستخدم نظارات طبية واستشار عدد من الأطباء في إجراء العملية، ولكن قالوا هذا لا يمكن بعد 40. نعم، طبعا احنا بالنسبة للعمليات تصحيح الليزر احنا بنفضل نعملها قبل سن 40. لماذا؟ لانه عادة احنا في سن 40 بصير حاجة عندنا اللي هو بسموها البريسبيوبيا، او اللي هو طول النظر على القريب. يعني الناس العاديين بصير في عندهم طول نظر للشغلات القريبة، للقراءة، للكتاب، لابد انه يلبس النظارة، وهذا يعتبر يعني زي حاجة طبيعية فسيولوجية. الان الناس اللي عندهم قصر نظر مثلا وحيعملوا عمليات الليزك، حيصير النظر عندهم جيد أو ممتاز على المسافات البعيدة، ولكن حيصير في عنده مشكلة بالنسبة للقراءة. فالمريض طبعا بيكونش سعيد، بيكونش مبسوط، لأنه طول عمره متعود أنه الشغلات القريبة يشوفها كويس، القراءة، الكتابة من غير نظارة، الكمبيوتر. فلما يعمل العملية حيتفاجأ أنه كل الشغلات القريبة القريبة على عينه بطل يشوفها زي قبل، فهو أكيد مش راح يكون مبسوط. فإحنا عشان هيك إحنا بنحبذش نعمل عملية بعد سن 40 لحالات قصر النظر. طبعا إذا كان في طول نظر، لا ممكن في ناس بكون عندهم طول نظر يختلف الأمر، بالعكس إحنا بنحسن بالحالة بعد سن 40، فما فيش مشكلة لو إجراها حتى لو بعد سن 40 سنة. يعني الموضوع يعتمد إذا كان يعني المشكلة هي قصر نظر أم طول نظر، يعني هكذا فهمت الإجابة دكتور كمال. أو طول نظر، نعم. طيب دكتور كمال لو نستكمل سريعا، ما هي الأثار الجانبية التي كنت تتحدث عنها يعني قبل أن نأخذ هذا الاتصال؟ نعم، طبعا زي ما حكينا أنه في التهابات. الشغل الثاني اللي هو موضوع الجفاف، زي ما حكى برضو زميلنا الدكتور، احنا طبعا الجفاف برضو بنعالجه بالقطرات، بنعمل توصيات للمريض. طبعا الحالات هذه تعتمد مدتها من مكان لمكان، من بيئة لبيئة. حالات كثيرة طبعا بروح الجفاف منهم، لكن في حالات لازم تضطر أن تستخدم القطرات لمدة طويلة. بالنسبة للمضاعفات اللي هي بعيدة المدى اللي احنا بنخاف منها كتير، اللي هو موضوع الاكتيزيا، موضوع اللي هو ترقق القرنية، وهذا ممكن يصير بعد سنة، بعد سنتين، أو بعد حتى 5 سنوات من العملية. طبعا الآن نسبة حدوث المضاعفات هذه قلت جدا، لأنه احنا مع الخبرة، مع الأبحاث اللي صارت على المدى البعيد، وجدنا إحنا مين الحالات اللي ممكن يصير عند الحالات هذه، والآن إحنا بنتجنب نعمل عمليات لإلهم. يعني موضوع اللي هو سمكة القرنية مهمة جدا، موضوع خريطة القرنية اللي هو التوبوغرافي مهم جدا، إنه إحنا نستبعد الحالات اللي هي بنسميها هاي ريسك، إنه يكون في خطورة عليهم حتى لو على المدى البعيد ممكن يصير المضاعفات هذه. طيب. الحاجة الثانية أنه إحنا زمان كنا نعمل تصحيح للدرجات العالية من قصر النظر، الآن إحنا بطلنا نعمل إشي هاد، لأنه في تقنيات بديلة عن الليزك والليزر ممكن نستخدمها في الحالات هذه وتكون آمنة للمريض حتى للمدى البعيد، بتكون أفضل كتير من استخدام الليزر للحالات هذه. طيب دكتور كمال يبقى معنا نتحدث عن أبرز الاحتياطات الواجب على المريض اتباعها، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف أيضا على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد. نتعرف الآن مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، تنقلها لنا الزميلة بدر سليم. صباح الخير يا بدر. صباح الخير أسماء، أهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا بكم مشاهدينا. سألناكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل سبق وأن أجريت عملية لتصحيح نظرك عن طريق الليزك؟ ماذا كانت الإجابات والاستفسارات التي وردتنا؟ أيضا نستعرضها أولا عبر فيسبوك. مسلم يقول نعم من 5 سنوات، ولكن للأسف رجعت عيوني لنفس الضعف. هكذا يقول. أمنة تقول أتمنى عمل أي شيء لنظري لأنه يسوء، أخشى فقده لعدم توفر التكاليف، وبعيد الشر عنك يا أمنة. عزة تقول أنا عندي ضعف في البصر على مستوى القرنية، سنسأل الدكاترة الموجودين معنا فيما إذا كانت تستطيع أن تجري عملية أم لا بوضعها. هشام يسأل هل لها سلبيات مستقبلا، سنرى الإجابة قريبا. صبري يقول نعم ناجحة 100% بفضل الله. تعليق آخر، أو هذه المرة تغريدة عبر تويتر من هذا المشارك الذي يقول لا بس أفكر جديا بذلك، أهم شيء ألاقي عيوني موجودة بعد العملية. على سلام إن شاء الله. ننتقل إليك أسماء وإلى ضيفك. إن شاء الله يجد عيونه في مكانها بإذن الله. شكرا لك يا بدر، صباح الخير مرة أخرى. دكتور، يعني قبل يعني كنا نوهنا على الاحتياطات أو الاحتياطات الواجب على المريض اتباعها بعد إجراء العملية، ولكن وردت مجموعة من الأسئلة لو نجيب عليها بشكل سريع في البداية من بعض من شاركوا معنا. هناك من قال نعم من 5 سنوات، ولكن للأسف رجعت عيوني لنفس الضعف، هل من الممكن أن يعود ضعف الإبصار مرة أخرى احنا قلنا بعد إجراء العملية؟ احنا قلنا إن الليزك أحيانا ما النظر ما بتصلحش يعني مدى الحياة، وإن بيحصل حاجة اسمها ريجريشن أو بالعربي تراجع، وده قلنا بيختلف من شخص إلى آخر على حسب حالته قبل العملية. جميل. وعلى حسب السن اللي عمل فيه، وعلى حسب سمكة القرنية، وهل هو كان عنده طول نظر ولا عنده قصر نظر. فيعني لو الأمور واضحة، يعني لو ادينا طيب هيستوري كامل، كنا نقدر نفيده يعني إيه السبب يعني. طيب آمنة ونتمنى لها السلامة إن شاء الله. أتمنى عمل أي شيء لنظري لأنه يسوء، يعني وأخشى فقده لعدم توافر التكاليف. وهنا يعني أطرح سؤال عليك، هل هناك دكتور، يعني هل هناك طرق أخرى لتصحيح الإبصار غير إجراء عملية الليزك، وفكرة التكلفة العالية بالنسبة لبعض الأشخاص لها؟ يعني احنا مش هنتعرض لموضوع التكلفة، لكن هل هناك طرق أخرى؟ نعم، احنا على حسب الحالة اللي قدامنا. يعني مثلا احنا قلنا ان تصحيح الإبصار قد يحدث على مستوى القرنية أو يحدث على مستوى عدسة العين أو ما فوق عدسة العين. فلنفترض مثلا إن شخص عنده 20 سنة ونظره مثلا -20 أو -15، زي ما الدكتور تفضل وقال إن إحنا ما نلجأش إن إحنا نستخدم الليزر على مستوى القرنية في إصلاح قصر النظر العالية أو الدرجات العالية، نتيجة إن إحنا مش هنقدر إن إحنا نعمله كله، أو إن هيحصل ريجريشن تراجع تاني. فبنرجع إلى بنلجأ إلى زراعة عدسة رقيقة شبيهة بالعدسة اللاصقة اللي المريض بيلبسها على عينه من الخارج، بدل ما هو بيلبسها من الخارج، وإن العدسة دي بتتعرض تعمل حساسية في العين أو تتعرض لتراب، محتاج إن هو يشيلها كل يوم يحطها في المحلول، يعني لها احتياطات معينة ممكن يحصل لها مضاعفات. بنلجأ إلى عدسة شبيهة زيها بديزاين معين، بنزرعها فوق عدسة العين الطبيعية تحت الايرس أو الجهاز. طيب، الجزء الملون من العين. طيب اسمح لي دكتور، يعني لو هناك طرق أخرى نستكملها، ولكن بعد أن نأخذ هذه الاتصالات من متابعينا. السيد عبد العزيز من السعودية، أهلا بك. السيد عبد العزيز انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر من السيد محمد من الإمارات، أهلا. أبغي أسأل الطبيب. تفضل نسمعك. أنا عامل ليزك في التسعينات، لأنه كنت ألبس نظارة طبية وأنا صغير. عملت ليزك في عمر تقريبا 50 أو 52. ألو، تفضل نسمعك سيد محمد. تفضل. الحين أنا عمري 77. ما شاء الله، الله يديك طول العمر. النظر بعيد أشوفه رقم واحد، بس القريب للقراءة بدأ
يفتو عليه مثل الضباب القريب. فأنا راجعت الدكتور اللي عمل لي العملية في الخارج وقال لي ممكن أعمل لك permanent lens. شو permanent lens؟ تمام. طيب استمع إلى الإجابة سيد محمد من الإمارات، ولكن يعني بعد أن نأخذ هذا الاتصال أيضا من السيد محمد من السودان. أهلا بك. ألو مرحبا. مرحبا. أنا عندي ولد، عندي ولد عنده قصر نظر عمره 10 سنة و3 سنوات. وماذا يعني سيد محمد لو تستطيع أن يكون صوتك أوضح يعني حتى نستمع إليك جيدا. الله يبارك. أنا عندي ولد عمره 10 سنوات. نعم. وعنده قصر نظر من 3 سنوات. وبيلبس نظارة 10-11. وعاوز أسأل الدكتور يعني شوف بيحصل شنو. يعني أنت تسأل على إمكانية تصحيح النظر الآن مثلا؟ أي على إمكانية تصحيح النظر. هو عنده قصر من عمره 10 سنة. نعم. وبيقول له عنده قصر من 3 سنة. طيب. بيلبس نظارة، النظارة 10-11 المقاس بتاع النظارة. طيب. وعاوز أسأل الدكتور تصحيح النظر كيف يعني بالنسبة لي. طيب استمع إلى الإجابة إن شاء الله من ضيفينا، أي من ضيفينا إن شاء الله في هذا اللقاء. وسريعا دكتور الاتصال من الإمارات. سيد بالنسبة للأستاذ السيد محمد اللي اتصل من الإمارات، هو غالبا الدكتور بتاعك من الشكوى شخص حضرتك أن أنت عندك مياه بيضة، فهو قرر أنه يشفط لك المياه البيضة اللي موجودة في العدسة، وهيزرع لك بعد كده عدسة ممكن تصلح لك القريب والبعيد. طيب بالنسبة يعني للأخ المتصل. طيب من السودان، السيد محمد من السودان يجيب عليه إن شاء الله دكتور كمال. دكتور كمال استمعت إلى شكوى السيد محمد طفله. نعم. 10 سنوات وهو يريد أن يسأل على فكرة تصحيح النظر، مع العلم أنه يعاني من قصر النظر من 3 سنوات. طبعا بالنسبة للأطفال، إحنا بالنسبة للأطفال بصفة عامة لا نحبذ أنه نعمل عمليات تصحيح البصر إلا غير بعد ما أنه يكمل سن 18. هذا شرط. والشرط الثاني أنه يكون قصر النظر إحنا تأكدنا أنه ثابت. مشكلة الأطفال أنه قصر النظر عندهم بيزيد، فإحنا المفروض في السن هذا نركز على الموضوع زيادة قصر النظر. طبعا الآن بالنسبة له ضروري جدا أنه يكون ملتزم بالنظارة. الحاجة الثانية أنه ما يخليش طفله طبعا يتعرض للجهد عن قريب، بالأخص الآن بالنسبة للتقنيات الحديثة الإنترنت الفيسبوك الأمور هذه، طبعا هذا بتعمل على عملية أنه قصر النظر ممكن يزيد يدهور. فالطفل هذا لابد أنه يلبس النظارة بشكل مستمر. الحاجة الثانية أنه إحنا نتبع حالته نشوف هل أنه قصر النظر عنده بيزيد أو لا. والحاجة الثالثة المهمة جدا زي ما حكى زميلنا الدكتور الفاضل، أنه لابد أنه إذا كان في كسل يتم علاجه مبكرا في الفترة هذه. مهم جدا نشخص الحالة هل في كسل في عين على عين أو على عينتين، ونحاول نعالجه في الفترة هذه. طبعا بعد ما يكبر إحنا ممكن يعني نعمل له عمليات. طبعا 10 درجات لا يحبذ أنه نعمل عمليات تصحيح البصر بالليزر، ولكن في تقنيات أخرى اللي هو استخدام العدسات الآن آمنة جدا ونسبة نجاة عالية جدا، ممكن إحنا نستخدمها في الحالات هذه. طيب بالعودة لك مرة أخرى دكتور إبراهيم، ويعني يمكن أشار دكتور كمال إلى ما كنا نتحدث عنه. نعم. والطرق الأخرى يعني التي نستعيد عنها بالليزك مثلا. نعم. هو السؤال اللي الأستاذ محمد من الإمارات طرحه، هو يعني استفاد من العملية في حاجتين، إن هو شال المية البيضاء وعمل تصحيح نظر، وبالتالي احنا الناس اللي في السن الكبير اللي عندهم مية بيضاء لما بنعمل لهم عملية المية البيضاء بنشوف التغير الإبصار اللي عنده قد إيه، بنضيف المقاس إلى العدسة اللي هنزرعها داخل العين وبنصلح له عيب البصر مع المية البيضاء.
ممكن لو واحد عنده استجماتيزم عالي جدا او الاستجماتيزم غير منتظم زي الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه، بنصلح لهم عيب الابصار عن طريق ان احنا نزرع حلقات في قرنيه العين. يعني هذه من الطرق الاخرى. الطرق الاخرى يعني. نعم نعم. طيب يعني كان هناك ايضا مشاركة من عزة تقول أنا عندي ضعف في البصر على مستوى القرنية. نعم نعم. يعني في هذه الحالة ما هو على مستوى القرنية ده أمراض كثيرة جدا وما نقدرش إن احنا نجيبها إلا إذا حددت لنا إيه الموجود عندها، عندها استجماتيزم ولا عندها مرض وراثي ولا عندها عتامة عشان نقدر نفيدها إيه اللي ينفع معها يعني. طيب الاحتياطات نعود إليها مرة نعم. أخرى الاحتياطات الواجب اتباعها بعد إجراء العملية. نعم. اهم حاجه بعد العمليه المريض في الايام الاولى او في الاسابيع الاولى يجب ان هو يتجنب ان هو يدعك في عينه، خاصه في التقنيات اللي هي البي ار كي او الليزك العادي. يمكن ده بيقل شويه مع الفيمتو سمايل اللي الدكتور اشار اليه، لانه في حالات الليزك لو المريض دعك الفلاب اللي احنا بنرفعه بالمايكرو كيراتوم عشان يصل ان هو يدينا تماسك قوي ببقيه اجزاء القرنيه بيحتاج على الاقل 3 اشهر عشان يدينا سماكه قويه، بحيث المريض بعد كده ممكن يدعك في عينه. في الايام الاولى الفلاب ده بيكون من السهل ان هو يتحرك من مكانه، ومن السهل لو المريض دعك في عينه ان هو يفقد الفلاب ده بالكامل، وده شيء مش هنقدر نرجعه تاني لانه هيكون فقد نسيج من القرنيه ما نقدرش نعوضه. فيعني ممنوع منعا باتا ان المريض في الايام الاولى ان هو يدعك في عينه. الحاجه الثانيه طيب يعني نستكمل الاحتياطات، ولكن معنا اتصال من السيد رجب من مصر. اهلا بك. سيد رجب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله حضرتك عندي سؤال للدكاتره وضيوفك الكرام. اتفضل. حضرتك انا بلبس نظاره من حوالي 10 سنين ولكن عندي حبيت اعمل ليزك، فالاطباء قالوا لي ان العين اليمين جاهزه بعد ما عملت انتكام وعملت يعني الفحوصات اللازمه، لكن قالوا العين الشمال عندي فيها زفره وفيها سحابه وفيها ميه وفيها ضعف في القرنيه، فمش هينفع نعمل ليزك، هنعمل فيها زرع عدسه. فانا عايز اعرف هل فعلا زرع العدسه في العين الشمال كده يبقى امن ولا في خطر؟ الحاجة الثانية عندي العين الشمال بيحصل فيها النزيف، بيقولوا في ضعف في الشعرات الدموية للعين عندي، فكل فترة ببص لها بقت حمرة زي الدم كده. فهل لما أعمل العملية دي الزرع العدسة أتوقف موضوع النزيف اللي بيجي كل فترة ده؟ يبقى أنا بسأل على مدى يعني مدى جودة زرع العدسة وهل هي آمنة ولا لا، ومسألة النزيف اللي بيجيني كل فترة. نعم. طيب ألف سلامة ليك سيد رجب، إن شاء الله يجيبك الدكتور. معنا إن شاء الله معنا اتصال آخر من السيد أبو بكر من السودان. أهلا بك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، إن شاء الله كويسين، أخبارك؟ الله يبارك في حضرتك، اتفضل. والله حقيقة عمر 22 سنة في تشخيص للعين إن في كسل في العين الشمال، كسل العين فيها كسل الشرف. طيب اتفضل. طيب انقطع الاتصال مع السيد ابو بكر، حاول ان تتصل بنا مره اخرى. والسيد رجب بالنسبه للسيد رجب بالنسبه للسيد رجب المتصل ان شاء الله زراعه العدسه ما دام الدكتور قرر ان زراعه العدسه هي الحل الوحيد في حضرتك فهي علاج امن وممتاز جدا، ما فيش فيه اي مشكله. بالنسبة حضرتك للنزيف المتكرر ده بيحصل عندك غالبا في ملتحمة العين، ودي بعيدة عن مكان اللي هيجرى فيه العملية، ومفيش ارتباط ما بين عملية زرع العدسة وما بين النزيف اللي بيحصل لك في الملتحمة بتاعت في العين، وده ممكن يحصل تاني بعد العملية ولن يؤثر على النظر بعد زراعة العدسة. طيب يعني نرجو أن تكون استمعت إلى الإجابة جيدا سيد رجب من مصر، وتحاول الاتصال بنا مرة أخرى سيد أبو بكر من السودان. وبالعودة إليك مرة أخرى دكتور كمال، يعني من هي الفئات المحظور عليها إجراء تصحيح أو عملية تصحيح الإبصار؟ نعم طبعا أول مرضى محظور عليهم إجراء هذه العملية هو مرضى القرنية المخروطية اللي موجود في عندهم ضعف في القرنية. إذا إحنا شخصنا إنه الحالة هذه في عندهم ضعف في القرنية
فهذا طبعا ممنوع نعمل عملياتها لهم لانه ممكن يصير في مضاعفات. دكتور كمال اسمح لي دكتور كمال يعني هناك سؤال من السيد محمد من مصر تجيب عليه انت ثم نستكمل ما نتحدث عنه. اهلا بك سيد محمد. انقطع الاتصال، يبدو ان هناك مشكله في التواصل، يعني مشكله في الاتصالات بشكل عام، نرجو المحاوله مره اخرى. لو نكمل دكتور كمال ما كنا نتحدث عنه عن الفئات المحظور عليها اجراء تصحيح الابصار. نعم طبعا هناك فئات اخرى اللي بيكون في عندهم مشاكل يعني امراض عامه في الجسم تؤثر على عملية التئام الجرح. طبعا هذه الحالات احنا لا نحبذ او يمنع عمل اجراءات هذه العمليات لهم اذا اكتشفنا انه في عندهم امراض الأنسجة، امراض ممكن تسبب انه الجرح اللي احنا بنعمله حتى لو بالليزر انه ما يلتئمش. طبعا الناس اللي عندهم سكر برضو كمان لا يحبذ، بالاخص اذا كان غير منتظم، اذا كان في له مدة طويلة. الحالات اللي ممكن انه يكون في ضعف كبير في الشبكيه، في تهتك في الشبكيه، طبعا قصر النظر ممكن يعمل في حالات انه يكون في مضاعفات على الشبكيه. احنا عشان ما نعرضش المريض لاي مضاعفات اخرى لا يحبذ اجراء مثل هذه العمليه. طيب معنا اتصال من السيد ابو عمر من المملكه العربيه السعوديه، تجيب عليه ان شاء الله دكتور كمال. اهلا بك سيد ابو عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن أكلم الدكتور؟ يستمع إليك تفضل. دكتور تفضل. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أنا عندي ابني عمره 13 سنة عنده انحراف في البصر، أبغاك تنصحني إيش أعمل معه لو سمحت. طيب ألف سلامة لي يا أبو عمر، ويجيبك إن شاء الله دكتور كمال. تفضل دكتور كمال. طبعا بالنسبة لانحراف القرنية أو الأستيغماتيزم في منه أنواع. في النوع اللي هو الخلقي، أنه الطفل بنولد بيكون موجود عنده الانحراف هذا. طبعا هذا ميزته أنه بيكون ثابت لا يتغير. طبعا حلوا أنه إحنا بنلبس الطفل النظارة أو العدسات اللاصقة لحد ما انه سنه يطبق سن ال 18، وبعد هيك ممكن احنا نعمل عمليات الليزر او الليزك او التصحيح بالتقنيات الاخرى. لكن اذا كان من النوع اللي هو ناتج عن موضوع القرنيه المخروطيه، وهذا ممكن احتمال يكون عند الاطفال حتى في سن مبكر ممكن يبدا معهم، طبعا يتم تشخيص او تحديد النوع عن طريق اجراء فحص القرنيه اللي هو في خريطه القرنيه. بعد ذلك اذا اكتشفنا انه هذا ناتج عن ضعف في القرنيه لابد انه يكون نحن نستخدم تقنيه حاجه بسموها تثبيت القرنيه او الكروس لينكينج. هذا مهم جدا عند الاطفال اذا كان عندهم انحراف ناتج عن القرنيه المخروطيه، يجب اجراء عمليه تثبيت القرنيه باسرع وقت ممكن حتى نتجنب حدوث مضاعفات اخرى او ازدياد في درجه الانحراف. طيب بالعودة لك مرة أخرى. نعم. دكتور إبراهيم، بشكل عام وبشكل سريع كم تبلغ نسبة نجاح تلك العمليات، وما هي النصائح المتبعة بشكل عام سواء قبل العملية أو بعد العملية، النصائح الخاصة من طرفكم؟ يعني نسبة نجاح العمليات تصحيح الإبصار باستخدام الليزر عالية جدا جدا جدا، وهي من أنجح العمليات إذا اختار المريض صح قبل العملية بتعمله الفحوصات اللازمة، إذا المريض اتبع التعليمات اللي الدكتور بيقول له عليها إنه ما يدعكش في عينه، إنه يحط الأطرات الحيوية وأطرات الكورتيزون اللي الدكتور بينصحه بيها، تبع التعليمات. إذا هو حافظ على عينه في الأيام الأولى، ما نزلش حمام سباحة ومن غير ما يلبس نظارة السباحة، وما دخلش ماء ملوث في عينه، إن شاء الله بتبقى عملية النجاح كويسة جدا، نسبة نجاح كبيرة جدا. نعم. نسأل الله السلامة لكل من شاهدنا اليوم ولكل من يعاني أيضا من مشاكل في الإبصار. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم مسعد استشاري طب وجراحة العيون، وكذلك عبر الأقمار الصناعية من غزة الدكتور كمال عكاشة استشاري طب وجراحة العيون أيضا. كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نتمنى لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.